أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أم السلام أحمد، ورحمة الله وبركاته. أيوة يا أنا دكتور. علي صوتنا. أيوة يا دكتور ساين. ها أيوة أم أحمد مع حضرتك. اتفضلي. بفضل الله. بقول لحضرتك أنا كنت عندي سؤال. عندي أخت متوفية، أيوة، هي أصغر مني، نعم، وإحنا اتنين، يعني اتنين بنات وولد واحد. طب هي دلوقتي يا دكتور لما توفت والدتي حبت تاخد حاجات من الشقة بتاعتها، يعني من العفش. فهي ما خدتش من العفش نفسه، هي خدت يعني من الحاجات الالومنيوم، الصيني، السجاد، والذهب. الذهب هي كانت سايباه، كانت اخت شايلاه يعني مخبياه عن جوزها، واحنا كنا نعرف مكانه. بس احنا قلنا له، احنا عرفناه ان الذهب اهو واديناه له، هو راح مديله لوالدتي وقال لها تخليه معايا لغايه لما هي ليها بنت، هي عندها ولدين وبنت اختي دي، قال لها خليه معاكي لغايه لما البنت تكبر وتديهولها في فرحها. معايا يا دكتور؟ ايوه معاكي. ايوه يا دكتور. دلوقتي والدتي بتبقى حابه تبيع حاجه من الذهب دوت، عشان احنا كانت اختي سايبه عيل رضيع عنده 8 شهور، احنا اللي بنربيه انا ووالدتي، وبابا ما بيصرفش عليه. هل من حق والدتي ان هي تبيع حاجه من الذهب دوت؟ لا لا، بصي حضرتك، دايما من العادات برضك السيئه اللي احنا بنعملها بالنسبه للميراث، هو ان ذهب الام لا يورث بالنسبه للرجاله او للذكور، وانما يوزع على البنات. وهي قد تكون قامت بتوصيه تقول اعملوا حسابكم، الذهب بتاعي لكم، مفيش اخ ياخد منه، ودي طبعا وصيه باطله لانها بتتعارض مع شرع الله. وهذه الوصيه الباطله فيها تعذيب لو احنا سمعنا كلامها فيه، ان ربنا بيقول لك من بعد وصيه توصون بها او دين غير مضار، يعني الوصيه ما يبقاش فيها ضرر. فالعاده ان الذهب، ودي عايزين نحاربها كلنا مع بعض، ان الذهب يدخل ضمن التركه. الاساس بتاعها يقيم ويدخل ضمن التركه. مفيش حد في الورثة ينفرد بحاجة هي تركتها كتركة، ولكن نجمع كل ما تركته ونقيمه بالأموال، وبعدين نوزع على كل صاحب حق حقه. هنا هي تركت الزوج وتركت بنتين وولد، مش كده برضك؟ وأم تركت الزوج وولد، ولد بنتين وأم، انتوا كإخوات لها محجوبين في التركة، مالكمش ميراث في التركة، لأن ابنها المذكر الولد ده بيحجب عماته وخالاته وكل شيء. خلاص، يبقى هنوزع التركة. الزوج له الربع فرضا لأنه عنده أبناء منها، لو ما كانش خلفت منه كان هياخد النصف. ثم الأم تأخذ السدس فرضا، ثم الأبناء هياخدوا الباقي بالتعصيب، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هنوزع التركة على ثلاث أسهم أو أربع أسهم، كل بنت هتاخد سهم ويجي الولد ياخد سهمين. هو ده التوزيع، فيما عدا ذلك يعد من باب الحرام الحرام الحرام. واللي أنا بوصي بيه دايما وبقول نسارع في توزيع التركة، لأن ربنا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، محدش عارف هيموت امتى ومش هيموت امتى. فبمجرد ما بيحصل الدفن والجنازة بنقعد كده قعدة نصلي فيها على الرسول عليه السلام ونقرأ فيها الفاتحة ونوزع. التوزيع بسيط جدا وزي ما انتوا شايفين. يبقى الأم ليس لها الحق في أن تأخذ شيئا إلا عن طريق الميراث، والميراث هنا هيبقى لها السدس.